ينظم اليوم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين يوما دراسيا موضوعه هو التربية الدامجة، وذلك في إطار الأنشطة التكوينية المندمجة للمركز. وقد استضفنا لهذا الغرض مجموعة من الضيوف اللي هما فاعلين في مجال التربية الدامجة، وبالخصوص تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة جهويا. ومن أجل كسب رهان التربية الدامجة بالمغرب الذي هو رهان حقوقي وعالمي، فنحن بحاجة إلى أطر إدارية وتربوية مؤهلة في إنجاح التربية الدامجة. وبالتالي فالتكوين الأساس هو شرط أساسي ومرجعي لتحقيق هذه الغاية. تكوين أساس يكون تأهيليا وممهنا، فالوعي بالتربية الدامجة هو تكييف للوعي وللممارسة معا. وعبر هذا التكوين نحن نعمل على أول شيء هو تغيير التمثلات اللي كتكون مغلوطة أو لا سلبية في إزاء الأطفال في وضعية إعاقة، والقدرة كذلك على تصنيف وتوصيف هذه الإعاقات وتحديد حاجيات وتجاوز كل القصور. ثم آخر حاجة ممكن نذكرها هي التعرف على مختلف المقاربات والآليات والتقنيات من أجل تجويد العرض التربوي الدامج بالمدرسة العمومية المغربية إزاء مجموعة من الممارسات البيداغوجية والإدارية والاجتماعية الدامجة. سعيد فلاق، رئيس الخلية الجهوية للصحة المدرسية بالأكاديمية الجهوية لجهة قلمي موادنون، كان تدخلي اليوم في موضوع التربية الدامجة على أساس أن الصحة المدرسية الآن هي يعني مكون من المكونات ديال اللجنة الجهوية اللي تعنى بهذا الموضوع هذا، وأكدنا على ضرورة يعني التكفل الطبي منذ البداية، يعني الأطفال هادو ذوي الحاجات الخاصة اللي يخصهم ولا بد من ملفات طبية ومتابعة طبية مختصة من الطب العام والطب النفسي، وكذلك شبه الأطر شبه الطبية اللي تعنى بلاكينيزيثيرابي لا ريديكاسيون بجميع التخصصات ديالو. هذا الشيء كامل بشراكة مع المدرسة ومع الآباء ومع الجمعيات المختصة باش يمكن نضمنوا لهذه الفئات تمدرس اللي كيمكنهم من تكافؤ الفرص مع الفئات الاخرى، وكيعطيهم امكانيه ديال انهم يطوروا المهارات الحياتيه ديالهم اولا ثم المهارات الدراسيه ثانيا.